سلسلة من الأفلام المتميزة تعرض في كل يوم بمهرجان كان السينمائي. Only God Forgives و Griggers فيلمان يتنافسان على جائزة الصحفة الذهبية. Only God Forgives إنتاج فرنسي دنماركي للمخرج الدنماركي نيكولاس ويرينغ ريفن ومن بطولة النجم الكندي رايان غوسلينغ. محمد صالح هارون المخرج التشادي يشارك في فيلمه غريغرز. فريدريك بونساغ موفد يورو نيوز إلى مهرجان كان السينمائي يقول: أمطار غزيرة وشمس ساطعة على السجادة الحمراء في اليوم الثامن لمهرجان كان السينمائي. فيلم المخرج نيكولاس ويرينغ ريفن لاقى ردود أفعال مختلفة وتعرض لانتقادات كثيرة. أما رايان غوسلينغ فقد صدم معجبيه بعدم حضوره عرض الفيلم. أما فيلم غريغرز للمخرج محمد صالح هارون هو الفيلم الإفريقي الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية. Only God Forgives يروي قصة الانتقام في عالم الجريمة في بانكوك. فيلم غريغرز يروي قصة شاب ساقه مشلولة وهو يحلم بأن يكون راقصا، ولكن بفضل قوة الإرادة تمكن من تحقيق حلمه ليعلم من بعدها بمرض عمه الخطير، فيقرر العمل مع مهربي الوقود من أجل إنقاذ عمه.